بسم الله نتيجة المرمى اللي في حرف الباب. يط لون ورنيش بفضل الله. عايزه بس هي الحته اللي عايزه وش صنفره وتلميعه كده، بس هي ما شاء الله زي الفل يعني. الورقه تقريبا كده كانت مخدمه هنا شويه، مش مشكله. ولا ده سمغ ده ولا ايه؟ بس النتيجه الحمد لله. الله ينور كده، تسلم ايدك. في سن البيت طبعا، حد ممكن يقول له القطنه، ده بقى بتشوف زبونك بقى عايز يعملها بالقطنه عايز يرشها، بس كده ما شاء الله زي الفل يعني. وش صنفره خفيفه كده بتلميعه، الله ينور كده. تسلم ايديكم. بولش بقى عاش عوش.